أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صحافة حول العالم. نبدأ جولتنا من صحيفة العربي الجديد. دورية ليلية ومروحية في بغداد لكبح تصاعد هجمات الكاتيوشا والمسيرات. وفي التفاصيل تقول الصحيفة تعرضت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين لهجوم ليلي بثلاثة صواريخ كاتيوشا، تلاه هجوم بصاروخين استهدف قاعدة فيكتوريا الواقعة جوار مطار بغداد الدولي غربي العاصمة، والتي تضم متعاقدين أمريكيين. تلاها استهداف بثلاثة طائرات مسيرة أسقطت إحداهما بحسب ما أعلنته الحكومة العراقية. وعلى أثر تلك الهجمات شهدت العاصمة انتشارا أمنيا ما زال مستمرا حتى اللحظة. ووفقا لضابط بقيادة الجيش العراقي، فإن الهجمات تمثل مرحلة خطيرة من التصعيد والذي يجب وضع حد له، مبينا للعربي الجديد أن توجيهات عليا صدرت إثر الهجمات بالانتشار العسكري ونصب حواجز أمنية متنقلة لمنع تجدد الهجمات. ويأتي هذا الهجوم تزامنا مع تواجد قائد فيلق القدس إسماعيل قائاني في بغداد، وتتهم الميليشيات المولوية لإيران بتنفيذ الهجمات. نبقى مع صحيفة العربي الجديد. قتلى وجرحى بإدلب في تصعيد للنظام السوري وروسيا. وفي التفاصيل تقول الصحيفة قتل وأصيب عدد من المدنيين جراء قصف جوي روسي صباح اليوم الخميس على مناطق في ريف إدلب الجنوبي شمالي غرب سوريا، بالتزامن مع قصف مدفعي شنته قوات النظام السوري. وذكر مصدر محلي للعربي الجديد أن الطائرات الحربية الروسية قصفت قرى وبلدات إبلين ومجلية وكفر عويد والموزة وسفوهن بريف إدلب الجنوبي، ما تسبب في مقتل ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة سقطوا في قرية إبلين التي تعرضت في الوقت نفسه لقصف مدفعي مكثف من جانب قوات بشار الأسد. من جهته ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد القتلى بنيران قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي بلغ ثمانية مدنيين وعسكريين، بينهم المتحدث العسكري باسم هيئة تحرير الشام أبو خالد الشامي. وبحسب المرصد فقد استهدفت قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدنية في بلدة إبلين، وعند وصول مقاتلين من الفصائل لمكان الاستهداف جرى استهدافهم بصاروخ موجه آخر ما أدى لسقوط قتلى وجرحى. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف العميد الدكتور عبد الله الأسعد، مدير مركز رصد للدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بك معنا سيادة الدكتور. أهلا وسهلا بك. إذن اليوم تصاعد يعني الوضع الأمني في إدلب تحديدا بعد قصف جوي روسي ومدفعي لنظام الأسد استهدف عديد البلدات في ريف إدلب، كيف تفسر هذا التصعيد في هذا التوقيت بالذات؟ السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. أهلا بك. طبعا يعني قبل عقد لقاء بين بايدن وبوتين، طبعا قامت القوات الجوية الروسية بتصعيد جوي على هذه المناطق، على منطقة جبل الزاوية وكفر عويد وإبلين والمجدلية، من أجل أن يكون هناك رسائل طبعا بأن روسيا هي من تتحكم بالموقف هناك. ايضا بالنسبه لنظام اسد، طبعا في هذا اليوم هو ذكرى انشقاق ابن جبل الزاويه الاشم البطل حسين هرموش، يعني مثل هذا اليوم انشق عن نظام اسد وميليشياته وعصاباته. طبعا هي يعني تريد ان تعلن للشعب السوري مدى حقدها على الشعب السوري بالقيام بهذه المجزره التي استهدفت المدنيين. الروسي ونظام أسد يعني قاموا بهذه العملية مشتركة أيضا من أجل يعني إيصال رسالة أيضا للأمريكي بأن نظام أسد طبعا نحن من نحميه ونحن أصحاب القرار في سوريا. طبعا هذا الموضوع ليس جديد، موضوع المجازر التي ترتكبها بحق المدنيين، وهذه طبعا يعني أنا أفسرها عبارة عن جرائم حرب يحاكم عليها القانون الدولي. القانون الدولي في اتفاقية جنيف الأربعة التي طبعا نصت عام 1949 والتي يعني قامت بسكها الدول الفائزة في الحرب العالمية، وطبعا يعني هذه موجودة في كل المحاكم الدولية بأن ما تم اقترافه اليوم هو عبارة عن جرائم حرب يحاكم عليها وحرب إبادة يحاكم عليها القانون الدولي الإنساني، لأن النزاعات
يجب تفادي المدنيين ويجب الحفاظ على أرواحهم وتجنب ممتلكاتهم. كل هذا الذي يجري الآن هو عبارة عن خرق القانون الدولي الإنساني، وأيضا من خلال هذه العمليات يريد بوتين أن يعني يشرح للعالم بأسره ليس فقط لأمريكا بأنكم أنتم مشلولين وأنتم محكومين لدى الروسي الذي يقرر باتخاذ حق النقد الفيتو، ولن يسمح لأحد أن يقترب من بشار الأسد. وأيضا ما جرى من مهزلة ومسرحية الانتخابات يعني هي التي يجب أن تعترفوا بها، لأن نظام أسد هو عبارة عن المحمي من قبل الروس، حتى لو كان لكم تواجد أنتم على الجغرافيا السورية في الجهة الشرقية من سوريا. فنحن أصحاب القرار ونحن من نتحكم في الأرض ميدانيا. أريد أن أسأل دكتور عبدالله لو سمحت، يعني بخصوص مقتل المتحدث العسكري باسم هيئة تحرير الشام أبو خالد الشامي حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ما مدى صحة ذلك؟ يعني طبعا هو من خلال الأخبار يعني لم يتم تأكيد من قبل هيئة تحرير الشام بأنه طبعا يعني تم مقتله. طبعا هذا يعني بأن الخبر ربما قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، ربما أيضا من أجل أن يغطوا على جريمتهم، أن يغطوا على جريمتهم بحق المدنيين. طبعا يذيعون أخبار بأنه تم قتل يعني عناصر من النصرة، لأنهم طبعا هم يستجدون عطف العالم بأنهم يقاتلون تنظيم القاعدة في سوريا. نعم، العميد الدكتور عبد الله الأسعد رئيس مركز رصد للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. إلى صحيفة القدس العربي، استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال شمالي الضفة. وفي التفاصيل تقول الصحيفة استشهد ضابطان فلسطينيان يعملان في جهاز الاستخبارات العسكرية وناشط من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي خلال اشتباك مع قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين شمالية الضفة الغربية فجر اليوم الخميس. وحسب مصادر أمنية وشهود عيان فإن وحدات خاصة إسرائيلية لاحقت الناشطة من الجهاد الإسلامي قرب الحواجز العسكرية إلى داخل المدينة على مقربة من موقع جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطيني، وهناك تصدى أفراد الموقع للقوة الإسرائيلية ودار اشتباك مسلح أسفر عن استشهاد الضابطين الملازم أدهم ياسر توفيق عليوي البالغ 23 عاما والنقيب تيسير محمود عثمان عيسى صاحبي 33 عاما، بالإضافة إلى الناشط في سرايا القدس جميل محمود العموري من مخيم جنين، فيما أصيب رابع بجروح خطيرة. وبينت فيديوهات نشرها فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي وقوع اشتباك وإطلاق نار قرب موقع الاستخبارات العسكرية، حيث أعطت العملية مؤشرا جديدا على رفض أجهزة الأمن الفلسطينية عمليات الملاحقة والمداهمة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المصنفة بالضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والتي تعمل قوات الاحتلال على استباحتها بشكل شبه يومي. نبقى مع القدس العربي ونذهب إلى اليمن. تبادل 16 أسيرا بين الحكومة والحوثي. وفي التفاصيل تقول الصحيفة أجرت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي عملية تبادل للأسرى تم خلالها الإفراج عن 16 أسيرا بواقع 8 من كل جانب وفق عسكري يمني. وقال العقيد يحيى الحاسر رئيس لجنة الأسرى والمعتقلين في المنطقة العسكرية السادسة شمالي البلاد أنه تم تحرير 8 أسرى من جنود الجيش اليمني مقابل 8 من جماعة الحوثي. وأوضح الحاسر أن عملية تبادل الأسرى جرت بالقرب من منطقة الكنائس بمحافظة الجوف شمالي اليمن، وسبق أن نفذ الطرفان عدة صفقات لتبادل الأسرى بجهود محلية وأممية، إذ قدم الجانبان في مشاورات برعاية أممية بالسويد عام 2018 قوائم تضم ما يزيد عن 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف. إلى صحيفة الشرق الأوسط، الهند تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا في العالم.
وفي التفاصيل تقول الصحيفة، أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 6148 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، فيما تعد أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس يتم تسجيلها على الإطلاق. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 359676 حالة. وذكرت صحيفة هندوستان تايمز أن الارتفاع الكبير في حالات الوفاة يرجع إلى مراجعة عدد حالات الوفاة التي سجلتها حكومة ولاية بيهار، فقد أعلنت الولاية في البداية أمس الأربعاء تسجيل 20 حالة إصابة جديدة ليصبح إجمالي حالات الوفاة 5478 حالة، وبعد ذلك تم إضافة 3951 حالة وفاة ليصبح إجمالي حالات الوفاة بالولاية 9429 حالة. وسجلت الهند حالات إصابة يومية دون 100,000 لليوم الثالث على التوالي، حيث بلغ حالات الإصابة خلال 24 ساعة الماضية 94,252 حالة. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة أكثر من 29 مليونا. إلى صحيفة العرب اللندنية، خلاف حول الأولويات يجبر القاهرة على تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية. وفي التفاصيل تقول الصحيفة، أجلت مصر اجتماع الفصائل الفلسطينية المقرر السبت المقبل بالقاهرة بسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس حول تحديد أولويات الحوار ورفضهما تقديم أي تنازلات. وقال مصطفى البرغوثي أمين عام حركة المبادرة الفلسطينية إنه تقرر تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية المقرر في العاصمة المصرية القاهرة السبت المقبل على أن يتم تحديد موعد جديد. وأضاف البرغوثي أنهم أبلغونا بشكل رسمي بتأجيل الاجتماع من دون وجود أسباب لذلك، مرجحا أن تكون هناك مشاغل للمصريين وسيتم تحديد موعد جديد. ولئن تم تأجيل اللقاء العام بين الفصائل المدعوة إلا أن لقاءات الجانب المصري المنفصلة مع وفدي حركتي فتح وحماس تجري ومستمرة لتذليل التباينات. إلى موقع عربي 21، أردنيون يعلقون أمالهم على حركة حماس لإطلاق أبنائهم الأسرى. وفي التفاصيل يقول الموقع، يجري شاهين مرعي شقيق الأسير الأردني في سجون الاحتلال الإسرائيلي منير مرعي يوميا عشرات عمليات البحث على الأنترنت علّه يجد أي أخبار جديدة حول صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي. يقول شقيق الأسير، نرقب لحظة بلحظة إبرام صفقة للتبادل، الأمل لدينا كبير وحصلنا كأهالي أسرى على وعود من قيادات كبيرة في حركة حماس بشمول الأسرى الأردنيين بصفقة التبادل، وأكدوا لنا أن الأسرى الأردنيين سيكونون في أي صفقة قادمة. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أكد خلال اتصال مع رئيس التحالف الوطني للإصلاح الدكتور عبدالله العكايلة في الرابع من حزيران يونيو الجاري أن ملف الأسرى الأردنيين يحظى بنفس الاهتمام الذي توليه حركة حماس للأسرى الفلسطينيين، وأن الإفراج عنهم لم يغب عن المفاوضات القائمة بهذا الشأن. النائب في البرلمان الأردني خليل عطية اعتبر في حديث لعربي 21 أن الأسرى الأردنيين وحدة حال بالدم مع أشقائهم الفلسطينيين، ولا تمييز بينهم بسبب الروابط التاريخية والديمغرافية بين البلدين والشعبين، مطالبا قيادات حركة حماس ألا يتم نسيان الأسرى الأردنيين. إلى موقع عربي بوست، زعيم كوريا الشمالية يثير الجدل بعد ظهوره وقد فقد كثيرا من وزنه، تكهنات جديدة تلاحق صحة كيم. وفي التفاصيل يقول الموقع، قالت صحيفة ذا جاردين البريطانية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون أثار مزيدا من التكهنات حول صحته بعد أن كشفت الصورة الأخيرة له عن فقدان كبير في الوزن. وقال موقع إن كي نيوز الذي فحص خبراءه صور كيم وهو يخاطب الحاضرين في اجتماع المكتب السياسي للحزب الحاكم خلال الأيام الماضية في أول ظهور علني له منذ شهر، إن كيم يبدو أنه فقد قدرا كبيرا من وزنه. وأورد الموقع أن جهاز المخابرات الوطني في كوريا الجنوبية أبلغ أعضاء البرلمان العام الماضي أنه يعتقد أن وزن كيم يبلغ نحو 140 كيلوغراما، وأن وزنه زاد بنحو 6 إلى 7 كيلوغرامات منذ توليه السلطة في أواخر عام 2011.
ومع ذلك لم يتضح من تقرير الموقع ما إذا كان مظهر كيم المتغير ناتجا عن مرض أم قرار واع بالعمل على فقدان الوزن. وننهي جولتنا مشاهدينا الكرام مع تقرير لصحيفة فورين بوليسي. الصين أعدت خطة إبادة منهجية وبطيئة للمسلمين في شينجيانغ. وفي التفاصيل تقول الصحيفة بعد حملة صارمة لكبح المواليد يتجه النمو السكاني الطبيعي في جنوب شينجيانغ بالفعل إلى الصفر، وخططت بعض المناطق لدفعها إلى ما دون الصفر لعامي 2020 و2021 مؤخرا، حيث طلبت سلطات شينجيانغ من مكاتب تنظيم الأسرة تحسين التركيبة السكانية وتنفيذ مراقبة السكان والإنذار المبكر. وتلقي هذه النتائج ضوءا جديدا مهما على نية بكين تدمير مجموعة الإيغور العرقية جزئيا عن طريق منع المواليد داخل المجموعة، ولذلك يعتبر منع ولادة الإيغور جزءا مهما وضروريا من سياسة التحسين الشاملة للصين في شينجيانغ، وهي سياسة تعتبر مسألة تتعلق بالأمن القومي. والأهم من ذلك أن فهم الدور الذي يلعبه منع الإنجاب وتقليل عدد السكان على المدى الطويل في هذه السياسة العامة يميز إجراءات الصين ضد الإيغور عن إجراءاتها الوطنية العامة للسيطرة على السكان ومعاملتها للأقليات العرقية والدينية الأخرى مثل التبتيين. والحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور محمد صفر التركستاني مدير مركز دراسات الأقليات المسلمة. أهلا وسهلا بك معنا دكتور. إذن تقرير لمجلة فورين بوليسي يعتقد أن الصين يعني تتخذ إجراءات بشكل ممنهج لمنع التكاثر السكاني في ولاية شينجيانغ للحد من أعداد الإيغور، هل تتفق مع ما ذكره هذا التقرير تحديدا حسب اطلاعك على هذا الملف؟ نعم، السلام عليكم، حياكم الله. حقيقة طبعا هي سياسة تحديد النسل ليست جديدة على الدولة والحكومة الصينية، يعني سواء كانت تلك متعلقة بالإيغور أو حتى غير الإيغور سابقا. يعني الآن ما يميز هذه المسألة بالنسبة للإيغور اللي هم سكان إقليم تركستان أو دولة تركستان سابقا، أن الصين اعتمدت سياسة جديدة تجاه ما يسمون بالهان وهم الغالبية، وهي سياسة سماح بزيادة نسل هؤلاء بدل ما كان القانون السابق يقيد حتى هؤلاء أن يكون هناك مولود واحد فقط. الآن أصبحت الدولة تشجع هؤلاء على زيادة النسل إلى 3 لكل عائلة إلا الأقلية المسلمة الإيغور وبعض الأقليات الأخرى مثل التبت. فبالنسبة لهؤلاء سياسة قديمة، أقصد سياسة الصين تجاه الإيغور في تحديد النسل سياسة قديمة منذ السنوات حقيقة تتبع. في 2018 كانت هناك إحصائية تتحدث عن أن نسبة المواليد قد انخفضت في هذا الإقليم 60% عن المعدل الطبيعي، لأن هذا الإقليم كان يشهد هناك النمو في عدد السكان، ولذلك الدولة تتخوف من زيادة السكان المسلمين في هذا الإقليم. حسب الإحصائيات الشبه رسمية نحن نتحدث عن 25 مليون. فالدولة كانت تتبع منذ فترة منذ سنوات سياسة تحديد النسل بل وسائل وأساليب فيها يعني انتهاك للحقوق، وفيها أيضا نوع ما يسمى بإصرار على التغيير الخارطة الديموغرافية لهذه المنطقة من خلال تقليل نسبة المسلمين وزيادة نسبة الصين الهان الذين تدفعهم الحكومة لأن يستوطنوا هذا الإقليم حتى يتم تغيير الخارطة الديموغرافية السكانية لهذا الإقليم. نعم، نحن نعرف أن الصين كما ذكرت يعني كانت يعني تجبر السكان على الحد من المواليد، وأخيرا سمحت بإنجاب 3 أطفال لكل عائلة، ولكن يعني داخل هذه السياسة هناك سياسة أخرى خاصة بسكان إقليم تركستان تحديدا من يعني عرقية الإيغور، لنفهم أكثر هذا الموضوع. صحيح، بالنسبة لهذا الإقليم أنا قلت هذا الإقليم حتى الآن حتى بعد تعديل القرار يعتبر استثناء، لا يشمل القرار هذا، قرار السماح لا يشمل هذا الإقليم، قرار سماح الزيادة لا يشمل هذا الإقليم. في هذا الإقليم الحكومة الصينية كانت حقيقة تمارس ضغوط كبيرة على السكان في تحديد النسل. من يثبت من هذا الإقليم من السكان المسلمين أن هناك عدد العائلة تزيد عن شخصين، يعني عن طفل
أو طفلين بالكثير، يتم سجن هذه الأم في معسكرات الاعتقال أو ما يسمى بمراكز إعادة التأهيل، هكذا تسميه الحكومة الصينية، ويتم في هذه المعسكرات حقن هؤلاء بحقن تمنع الإنجاب، يتم تركيب ما يسمى باللولب منع الحمل. كثير من سكان هذا الإقليم من المسلمين من الأمهات تعرضوا لمثل هذا النوع من الانتهاك لحقوقهم في الإنجاب، وتم حقنهم بحقن. بعد هناك بعض الأمهات بعد خروجهم من المعتقلات ومن معسكرات هذه معسكرات الاعتقال التعسفي تعذر عليهم الإنجاب حقيقة بسبب الحقن التي يتم حقنهم بها في أثناء اعتقالهم في هذه المعسكرات. هذه السياسة، بل إذا ثبت لدى الحكومة الصينية أن هناك عائلة مسلمة من الإيغور لديها أكثر من طفل، يتم فرض غرامة تتجاوز 2600 دولار، ويتم اعتقال الأم أيضا. فهذه سياسة مخصصة لهذا الإقليم لا شك. هناك سياسة خاصة تتبعها الحكومة الصينية، والمقصود كما ذكر تغيير الخارطة الديموغرافية السكانية لهذا الإقليم. الدكتور محمد صفر التركستاني، رئيس مركز دراسات الأقلية المسلمة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. وبهذا نأتي مشاهدين الكرام لنهاية هذه الحلقة من برنامج صحافة حول العالم، في أمان الله.